در نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله، شخصی از حاضرین که به زبان عربی صحبت می کرد از معظم الله پرسید: آیا پیاده مشرف شدن به زیارت امام رضا علیه السلام مانند پیاده روی اربعین دارای اجر و ثواب است؟ بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی شیرازی دامظله در جواب فرمودند: کل ما عده من شعائر اهل البيت عليهم الصلاة والسلام تجليلا لأهل البيت تعظيما لأهل البيت، مثل المشي إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، إلى زيارة العسكريين عليهم السلام، إلى زيارة الكاظمين عليهم السلام، إلى زيارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إلى زيارة الأئمة في البقيع عليهم السلام، إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، المشي إلى زيارة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، هذا يعتبر تجليل تعظيم للمعصومين، وهذا يعتبر شعار. إذا صار شعار عرفا، هذا الشعار يكون وهو كذلك يدخل في قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا هذه فضيلة ولا ثواب عظيم إن شاء الله. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم رأس ساعت 12:15 به وقت محلی قم برگزار و از شبکه امام حسین علیه السلام به صورت زنده پخش می شود.